الرئيس يتقدم جنازة مهيبة للشهيد المستشار هشام بركات. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي وعددا كبيرا من الوزراء والشخصيات السياسية والعامة جنازة الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام الذي راح ضحية عدوان غادر استهدف موكبه أثناء خروجه من منزله بمصر الجديدة في طريقه لمكتبه بوسط البلد. أوضحت مصادر أمنية أن السيارة المفخخة كانت تحتوي على 200 كيلو من المتفجرات، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للتوصل لمرتكبي العمل الإرهابي، فيما اجتمع وزير الداخلية بمساعديه لقطاعات الأمن لمراجعة خطط تأمين الشخصيات العامة والمواقع الحيوية بالدولة. من جانبه قال محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان السابق عبر حسابه الرسمي على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي: سوف يندم الإخوان وأنصارهم على اغتيالهم للشهيد النائب العام كما لم يندموا من قبل، وسوف يبكون دما بدلا من الدموع. احنا سمعنا صوت انفجار قوي مرة واحدة، الانفجار ده ابتدى بعربية الاول وقف على النصر في الشارع. واضح النصر دي لونها ازرق ايه؟ لونها ازرق ايه؟ ابتدت تولع. فالعربيتين اللي قدام بتاع الحراسة بتاع النائب هما اللي ابتدوا ايه؟ الاول بس فوق من العربية ملاصقة فيها بالجوار على طول. وبعدين سات النائب بقى رجع للحراسة بتاعه خده العربية بتاعته تجي له على طول. لكن ما اتصابش لسات النائب؟ لا اتصاب. هو انا سمعت ان هو اتضرب في دراعه، لانه الضربه جايه في الجنب على طول وهو ماشي. يعني العربيه كانت واقفه مفخخه. كان في ناس يعني ماشي في الشارع، اللي خد بيشله في رجله بإزاز، الإزاز عور ناس كتير قوي. الحمد لله يعني تمام. بس احنا صحينا على صوت انفجار، انا قلت ده زلزال ما يجيش في دماغي. خرجت بره لقيت الازاز متكسر وشبابيك واقعه. احنا في الدور الثاني. هنا الازاز واقع والشبابيك مكسره، وبعدين ببص في الشارع لقيت اربع خمس عربيات مولعه والناس بتجري بواحد متعور. سمعت ان هو من الحراسه بتاعت النائب العام، من حراسه الموكب يعني. بس وبعدين بدا بقى بعد مده طويله جه الاسعاف، وبعدين بعدها بشويه جه المطافي. بدأت بقى العربيات تولع واحدة ورا التانية، بدأت العربيات تولع واحدة ورا التانية، والأهلي بقى بدأت تفضي المكان. طب العربيات دي كانت واقفة ولا العربيات دي كانت ماشية؟ الله أعلم. لا العربية اللي كانت واقفة أكيد صح؟ العربية اللي انفجرت دي كانت فيها عبوة اللي هي ما عادش ليها أثر. لا العربية موقفة. في عربية اتفرتكت ما عادش ليها أثر. دي العربية اللي كانت مفخخة اللي كان فيها العبوة. بينما أعلن البيت الأبيض إدانة أمريكا للهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة النائب العام، وبعث أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس السيسي أعرب فيها عن خالص تعازيه. كما أدان السفير البريطاني في القاهرة جون كالسون استشهاد النائب العام المصري المستشار هشام بركات. وأدانت دولة الإمارات العمل الإرهابي مؤكدة تضامنها الكامل مع الشقيقة مصر في جهودها لدحر التطرف والإرهاب. كما أدان الاتحاد الأوروبي العمل الإرهابي وأكد على دعمه الكامل لمصر في حربها. من جانبه نعى السياسي البارز عمرو موسى المستشار هشام بركات النائب العام قائلا: رحم الله هشام بركات والعزاء لأسرته وإلى كل مواطني مصر. هشام بركات كان المتحدث باسمهم والحامي لحقوقهم في محراب العدالة. ووصف الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري جريمة اغتيال النائب العام بإنها تعيد للأذهان واقعة اغتيال القاضي الخزندار. المستشار هشام محمد زكي بركات من مواليد 1950، والنائب العام الثالث في مصر بعد أحداث 25 يناير التي انتهت بخلع الرئيس حسني مبارك. وعين بركات نائما في 10 يوليو 2013 بعد أن قام مجلس القضاء الأعلى المصري بالموافقة على ترشيحه، ثم قام بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس المستشار عدل منصور خلفا للمستشار عبد المجيد محمود. وكان بركات تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1973، وعين وكيلا للنائب العام حتى أصبح رئيسا بمحكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه رئيسا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية، ثم تم انتدابه رئيسا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.